معلش انا اسف، بس تقريبا كده في مشكله في الكونكشن او في النت نفسه بقى ضعيف، فانا قفلت ورجعت تاني معاكم باذن الله. اللي كنا بنقوله قبل الارسال ما يقطع معاكم على الهوا، ان احنا في الحضاره المصريه او احنا في الارشاد بنحاول دايما نبص على الجماليات، لان ما ينفعش حد جاي لي من اخر الدنيا وانا مرشده بشرح له واقول له ان هنا بص على العيوب، بص على ان هنا في دفوهات و حبيبي وسام مش ناسي اللي انت سالتني عنه، هجاوبك عنه ان شاء الله رب العالمين، مش ناسي يعني. فزي ما قلت كده مثال افكركم بيه عشان بس ندخل في الجد اسرع من كده وتوصل لكم الفكره، ان التمثال جميل جدا حتبدا يفهم فيه حاجات ايجابيه، اول تمثال واخد وضع البرينج اتيتيود، وتمثال جميل واول تمثال برايفت ستاتيو، تمثال لواحد من الناس المهمين في الدوله، وانا اسيب كل الجماليات في التمثال واركز على السلبيات او الاجزاء اللي هي فيها مشاكل في الفن. لا انا مش دوري كده خالص يعني. او تمثال خاع سيخ مويه في المتحف المصري، تمثال المكسور اللي دماغه مكسوره، وبرضو اسيب التمثال اول تمثال ملك في مصر القديمه، اول تمثال لملك ذا فيرست رول ستاتيو، واقول بص على الحته المكسوره. انا كده مش دوري، ده مش دوري في الارشاد، انا لو اثري هقول الكلام ده وافصل فيه. طيب انا ليه اخترت الموضوع ان الحضاره المصريه هل هي حضاره مثاليه؟ هقول لكم القصه بعد شويه، بس انا في الاول ليا مداخله بسيطه على بعض الفيديوهات اللي بشوفها على اكتر من صفحات زمايلي يعني واصحابي المرشدين، وليهم مني كل الاحترام وانا واحد منكم وانتم مني، بس انا عايز اقول ان يعني تسمحوا لي بس في المداخله البسيطه دي. البحث العلمي في اي مجال له اصوله، واي راي عشان يبقى راي علمي لازم يكون متبع منهج علمي. وعندنا احنا بندرس من اول سنه تمهيديه، لو اي حد من حضراتكم موجود وفي منكم المحضرين معانا في الكليه وفي اساتذه موجودين قدامي في اللايف، بن بن بنعرف الباحث في الاول ازاي يتبع منهج علمي عشان يوصل لمعلومه نقدر نقول ان هي محترمه. انطباعي انا في الارشاد، انطباعي انا كمرشد، اطلع اتكلم عنه ازاي اشرح، ازاي نقف، ازاي نعمل تواصل مع الجست، ازاي لو عندي مشكلة احلها، ده من حق كل مرشد ومن حق كل انسان طبعا، الحرية الكاملة، هو مسؤول عن كل كلامه. وما عنديش في البحث العلمي اقدر اثبت بالنفي، ما عنديش في البحث العلمي كده يعني. واحد تيجي في باله مثلا ان هو عايز يثبت ان مصر القديمة فيهاش بيتزا على سبيل المثال، انا يعني بديكم مثال تقريبي، ده ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها اثبات بالنفي. اما الاثبات فلازم محتاج دليل للاثبات مش بالنفي. ده الحضاره المصريه او ده راي علمي في اي حاجه موجوده في العالم تماما. والراي ودايما الراي بالعلم، الراي بالعلم، قول دليلك، اثبت كلامك، بس بايه؟ بالبحث العلمي او بمنهجيه علميه او حتى اكتشاف، لو انت عندك اكتشاف تقوله. اما اثبت حاجه بعدم وجود حاجه، ده مش بحث علمي، ده يعني انا سموه اي حاجه غير بحث علمي. طلعت علينا من الشهر اللي فات اخت فاضله من السودان، وبتقول ان مش مصر دي مش مصر مش هي ارض الفراعنه، ومش مصر مش دي مصر يعني، مش اللي هي اللي نشأ فيها سيدنا موسى، لا ده كان في اثيوبيا. طب انت انا اسف يعني، طب حتى قولي في السودان يبقى حتى بلدك يعني. طب انت علاقتك باثيوبيا يعني اثيوبيا هي مهد الحضاره، واثيوبيا هي ونفت ان مصر يكون فيها اي حاجه. طب نطلع نتخانق معاها يعني، نطلع نشتم في بعض، طب انت ايه دخلك؟ وبعدين ايه دليلك على الكلام ده؟ ان مصر القديمه دي اللي احنا عايشين، بلدنا اللي احنا عايشين فيها، ارض مصر دي مش هي مهد الحضاره اللي بيتكلموا عنها، مش هي الاهرامات موجوده في شمال السودان، وبعدين المكان اللي كان فيه الفراعنه ومصر المذكوره في القران الكريم دي موجوده في اثيوبيا. يعني هي ربنا بعتها عشان بس يعني ايه تدينا الفكره. طب دي يعني هل دي ده راي نتكلم عنه؟ هل دي حد ممكن نطلع نتناقش معاها حتى باي منطق؟
ما ينفعش يعني، ده كلام ما صحش نتكلم عنه ولا نشتم في بعض وهنقول ان طب هي اصلا مش متخصصه اصلا في حاجه، يعني لما شفنا ما عندهاش اي تخصص في حاجه. فعايز اقول لحضراتكم يعني انا اسف، هي مداخله بسيطه، بس اللي عايز يتكلم في البحث العلمي يثبت ان بحيره قارون فيها اللي فيها، يثبت ان الكرنك معرفش ايه، يثبت الاهرامات فيها ايه. البحث العلمي بالاثبات مش بالنفي، الاثبات مش بالنفي، ده اللي عايز اقوله بس مع حضراتكم. واي مداخله انا احترم كل اراء، يعني يا رب يعني اللي انت عايزه ليك الحق في كل حاجه. التليفون بتاعي اللي بصور بيه ده، انا ده بتاعنا بس يعني. طيب ايه الموضوع النهارده؟ بتكلم على هل الحضاره المصريه كلها مثاليه، مثالية في الحضارة، مثالية في الفن، مثالية في أجزاء الحضارة كلها اللي موجودة في كل حضارة في العالم. طب أنت بتقول كده ليه؟ يعني عايز تبين سلبيات في الحضارة المصرية؟ أنا هثبت لكم النهاردة العكس تماما، العكس تماما. لا طارق، لا يا حبيبي طارق، ده كلام سياسي وكلام ده غير مسؤول. أنا آسف يعني إن الفراعنة كانوا بيشجعوا الأهلي، ولان كان في برديه بتقول معرفش انا اسف، ده كلام يعني. هو الراجل بيتكلم بهزار او بيهزر، هو هنا دوره واحد يعني بيهزر، او واحد بيشجع الاهلي، او واحد بيتصور، ملوش علاقه بالعلم، ده مش مجال علمي. لما يكون في الاستاد ده مش مكان علم، الاستاد يعني استاد السلام ده مش مكان للعلم تماما يعني. وبعدين انا اسف حاليا، وده كلام مش سياسي ابدا، ملوش علاقه بالسياسه ولا اي حاجه موجوده في مصر حاليا. بعض الناس بيوظفوا بعض المعلومات المصرية القديمة زي تصدي مصر للتدخلات البدو اللي كانوا بيهددوا طريق القوافل المصرية في سيناء. بيقول لك الجيش المصري قضى على الإرهاب في سيناء، بيوظف بس كان ده في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، كان ده من سنتين. زي حواس كان بيوظف المنظومة السياسية الحالية في مصر طبعا، ولها كل الاحترام والتقدير، وقضاء على الإرهاب، ودي مهمة مقدسة بالنسبة لجيشنا المصري. ويقول إن كان في نص مصري بيقول أنا قضيت على الإرهاب. أنا متخصص في يعني الدولة الحديثة والحرب اللي فيها والحروب والحاجات دي كلها تخصصي. دورت والله على النص، مفيش حاجة خالص، مفيش حاجة كلمة إرهاب مش موجود. هي كل الحكاية البدو دول اللي عايشين في الصحراء كانوا يعني بيهددوا طريق القوافل، سواء القوافل التجارية أو القوافل اللي رايحة تستخرج التركواز، الفيروز أو النحاس أو الفحم الموجود في وسط وجنوب سيناء. فهي الناس بيسترزقوا على القوافل المصرية، ودي شغلة الناس اللي يعني موجودين في الصحراء، يعني فرصة بالنسبة لهم إن هم يسطوا على القوافل التجارية أو حتى الغير تجارية. الجيش المصري بيصدلهم، الملك بيبعث حملات تأديبية زي ما بعت على الشرق في صحراء سيناء بتاعتنا، الأرض المصرية سيناء، أرض الفيروز، أرض القمر، بيبعت نفس الحملات، بيبعتها في الغرب عشان تأمين الحدود الغربية، بيبعتها في الجنوب عشان تأمين الحدود الجنوبية مع النوبيين. ده دي وظيفة سياسية عسكرية للملك وللجيش المصري، ما كانش ليها دور إن احنا نتكلم على قضاء على الإرهاب وان الجيش المصري بيقضي على الارهاب. ده توظيف سياسي فدي نفس اللي بيقولوا زي حواس وغيره حتى من الناس. انا اسف دي موجه معينه بيحاولوا يعني الناس كله بيسترزق من الجدل الموجوده يعني. طيب انا عايز اقول ايه النهارده؟ عايز اقول ان كتاب صدر من المتحف البريطاني بريتش موزيوم بيتكلم على موميا في المتحف البريطاني بتعود لعصر معين لشخص معين، عملوا عليها الأشعة المقطعية أو ما يسمى السي تي أو كومبيوتد توموغرافي، أشعة مقطعية كاملة، الجهاز الكبير بتاع الأشعة ده اللي احنا ربنا يعني يحفظ الجميع اللي احنا حاليا بنتعالج بيه، هو نفس الأشعة المقطعية بندخل فيها الموميا كاملة، الموميا، وبنعمل عليها سكان كامل على أشعة مقطعية على الدماغ على الجسم بالكامل. وبصراحة دي طفرة يعني، الاختراع ده اختراع بقى، ربنا يبارك لك، اختراع بقى حلو جدا. انت مش محتاج تفحص الموميا، مش محتاج تعري الموميا وتكشف عليها بأشعة اكس القديمة بالاكس راي، بقت سهلة جدا تدخل الموميا كلها على بعض، تدخل الموميا كلها على جهاز الأشعة المقطعية اللي بنعالج بيه البني آدمين حاليا، اللي احنا الناس اللي أي حد مريض ربنا يشفي الجميع، بتعمل لك سكان كامل، أشعة مقطعية كاملة من الرجلين. فالراجل ده، دي بس مقدمة عشان أوصل اللي أنا عايز أقول لكم إيه بالظبط إن شاء الله.
فالراجل ده عمل كتاب رائع، كتاب رائع عن التحنيط في مصر القديمة، حاجة بسيطة كده. وبعد كده دخل على الموميا دي واكتشف، حاجة جميلة، إن الحضارة المصرية التحنيط، يا مصريين اللي بتقولوا إن المصري إن عندكم معجزة اسمها التحنيط مش عارفين أسرارها، التحنيط بتاعكم فيه عيوب. أنا أول ما قريت الكلام ده انطباع أي حد فينا، يعني أنت هتضيعنا ولا أنت هتضيع، يعني ده بنسترزع على الكلمتين دول. إحنا أصلا الحضارة المصرية فيها لغز كبير اسمه التحنيط. ربنا يخليك أيمن حبيبي، توحشني والله. الحضارة المصرية فيها سر اسمه التحنيط، سر عظيم علمي هكلمكم عنه بعد شوية، التحنيط اللي أنا أقدر أتكلم فيه في وقت صغير. وانتوا فرحانين ان التحنيط بتاعكم ما فيهوش غلطات. الموميا بتاعتكم دي الموجوده في المتحف البريطاني فيها اخطاء موجوده في 1 2 3. فزي ما قلت كده، ان انطباعي الاول ان الراجل ده متعصب لينا، ما بيحبناش، ممكن يكون يعني كاره الحضاره المصريه. واكمل باقي الكتاب، وعلى فكره كتيب مش كتاب، والاقي الراجل ده بيقول ان الكلام ده يثبت ان الحضاره المصريه عملها بشر. الحضارة المصرية بالعيوب اللي فيها دي، التحنيط ده اللي هو المعجزة الكبيرة بتاعتنا في الحضارة المصرية، ان موجود فيها عيوب تثبت ان المصري كان عبارة عن انسان مجرب. يعني ده ملوش علاقة بتوظيف الجن، ولا له علاقة بالسحر، ولا له علاقة بكائنات فضائية زي ما بيهبلوا الجماعة بتوع الكائنات الفضائية اللي بنت معرفش فين، ملوش علاقة تماما. فهو الراجل ده اللي عايز اقوله يا جماعة، الدليل اثبات بالدليل، اثبات بالدليل. الراجل قدم دليل علمي ان الموميا دي فيها عيب معين هقول لكم عليه في 1 2 3 في التحنيط، في عيوب في التحنيط. كانت قصه جميله، والراجل قدم نظريه جميله هقول لكم عليها منطقيه. وبكمل كلام الراجل العالم الجميل ده، وقال ده يثبت ان الحضاره المصريه يعني was done by the hands of the Egyptians، احنا اخترعناها بايدينا. فانا طبعا زي ما بيقولوا كده يعني شابوه، الراجل ده ترفع له القبعه، انه الراجل ده بالرغم ان هو مش طبعا مش مصري، كان ممكن يكون له انتماءات فكريه، لكن الراجل ده اثبت بشكل جميل انه الحضاره المصريه دي احنا المصريين اللي عملناها. معلش بتيجي مكالمة بكنسل عشان بس أكمل معاكم، وبعد كده بقى نكلمهم بعدين إن شاء الله رب العالمين. طيب أنا هوصل كده معاكم للموضوع، نموذج واحد في الأول. أول نموذج في الأول التحنيط اللي إحنا بنتكلم عنه عندنا في الإرشاد. طبعا ده خلينا يعني في تخصصنا، بنتكلم عنه إن هو معجزة في مصر القديمة، التحنيط بكله. شكرا يا خالد يا حبيبي، بالاسرار اللي فيه، هقول لكم ان شاء الله الحاجات اللي احنا ممكن نتكلم عن حاجه جديده فيه، حاجات انتوا درستوها في الكليه اكيد واشتغلتوا، وانا شايف كذا حد من صحابي مرشدين قدامي والناس كبار طبعا ليهم كل الاحترام، ان احنا افكركم بالحاجات القديمه، وفي الاخر يعني الحاجات الجديده ان شاء الله اختم بيها معاكم باذن الله رب العالمين. اولا المقدمه البديهيه، انا كده فصلت فصل، يعني هعمل فاصل معاكم، انا عملت مقدمه و اوصل معاكم للفكره ان الراجل ده، الراجل الاجنبي ده بيقول ان الحضاره المصريه العيوب الموجوده فيها تثبت ان هي اتبنت بالتجريب، تجربه وفشل، تثبت ان هي بشريه مش حاجه 100%. وده انا شايف ان ده يؤكد ان الحضاره شيء جميل، حضارتنا شيء جميل، احسن من ان احنا نثبت ان الحضاره المصريه دايما مثاليه، كل حاجه مظبوطه. وده يوصلنا لبعض الناس ان هو يفكر ان كده احنا وظفنا الجن، احنا استعملنا السحر، ان احنا جت كائنات فضائيه عملت الحضاره المصريه بفكر متقدم بتكنولوجيا مش موجوده في مصر القديمه. يبقى ده، انا اسف، ده ينسف فكره الحضاره المصريه اللي عملوها المصريين بايديهم واتبنت بالتدريج. ودي الفكره عايز اتكلم عنها النهارده، ده اللي عايز اقوله كده بالظبط، ده الاثبات بفكر راقي. طيب الفكرة الرئيسية في الحضارة المصرية اللي احنا دايما بنبني عليها شغلنا في الإرشاد وفي الإيجيبتولوجي بشكل عام، فكرة البعث والخلود. البعث والخلود أو الحياة بعد الموت خلت المصري القديم من أقدم العصور يفكر في عملية حفظ الجسم.
البدايات القديمة بتاعتنا في عصر ما قبل التاريخ، إن الإنسان فكر في حضارات البداري ودير تاسة ونقادة والمعادي، إن هو يلف الإنسان كده بحصيرة من البوص، وفكرة فكرة بسيطة عشان الإنسان برضو حفظ الجسم الأول. بعد شوية ابتدى يعمل حفظ للجسم بجلود الحيوانات، يلف الإنسان بالجلد كبرضه نوع من الحفاظ عن حشرات الأرض ومن التراب والطين والحاجات دي كلها. فهي الفكرة البدائية كده إن هو بيسعى ببروسيجرز معينة إزاي يحفظ الجسم، لأن هو بقت عنده العقيدة الجسم ده اللي بيمثل عندنا أول عنصر في الفكر المصري القديم بالنسبة للهيومن بينجز، اللي هو الغيت أو الخيت اللي هو الجسم، اتكلمنا عنه قبل كده في محاضرة لايف مع حضراتكم. أول عنصر عندي هو فكرة الجسم نفسه. أكيد طبعا ما ينفعش من غيرك، طبعا يعني ما ينفعش من غيرك. طيب، فالغيت الجسم الإنسان ده اللي هو الكونتينر، الوعاء اللي بيحتوي كل حاجة. فهو فكر إني لازم أحافظ على الجسم ده، بفكره المصري بفكره القديم إن الجسم ده هو اللي هيبعث، فبالتالي لازم أحافظ على الجسم ده. اتطور بينا شوية إن شاء الله، يعني بعد ما أخلص معاكم اللايف وبالكتير إن شاء الله بكرة الصبح، يعني إن شاء الله يكون معاكم، هصور لكم الداتا اللي أنا اشتغلت عليها في الشغل ده كله، عشان برضو ممكن يكون يعني في حاجات أنا يعني المراجع كتيرة والناس اشتغلوا كتير وبقالنا سنين، يعني 25 سنة في الشغل ده، ففي حاجات جديدة هقول لكم عليها وفي حاجات قديمة البيزكس بتاعتنا. أستاذ الدكتور عبد الحليم في الكتاب بتاعه الحضارة المصرية القديمة حط تعريفين لكلمة التحنيط. أول كلمة اسمها الإمبالمينج، إمبالمينج إمبالمينج، والكلمة التانية اللي هي موميفيكيشن، الكلمة المشهورة. إيه الفرق بين الاتنين؟ الإمبالمينج فكرة بالعربي هنسميها تصبير، التصبير يعني تجفف أي حاجة تجففها من المية. على سبيل المثال الموميا المشهورة في البريتش موزيوم بتاعة جينجر، الراجل نايم على جنبه اللي هو كان في الصحراء، والرمال الصحراء السخنة جفف جسمه، فبقى الجسم محفوظ بشكل طبيعي. فده الدكتور عبد الحليم بيسمي الكاتيجوري ده بنسميها امبالمنج، امبالمنج تصبير تجفيف. ده هنا مفيش عنصر بشري في الموضوع، الانسان لوحده اتحط في الرمله، الرمله نفسها السخنه مع جفاف الرمله هي اللي سحبت الرطوبه والميه اللي في الجسم، فبقى الجسم كله محفوظ بشكل طبيعي. زي الراجل هناك بتاع الايس مان، الراجل الجليد اللي هناك اللي كان في اوروبا وقع في كهف في الجليد، الجليد لوحده التلج والجليد نسيت اسمه كده، بس هو اسم ايطالي شويه، هو اللي جفف جسمه. ونفس الفكره بتاعت الرمله بقت هي نفسها الصقيع ودرجات الحراره تحت الصفر بكام درجه، بقى الانسان بشكل طبيعي محفوظ. ده الامبالمنج، ده شكل تحنيط طبيعي ملوش علاقه، مفيش دخل تدخل بشري، ما فيش استخدام لمواد، ولا في استخدام لتكنولوجيا، ما فيش استخدام لماتيريالز، ما فيش اي حاجه، ده شكل طبيعي. فدكتور عبد الحليم، وده الكلام الاجانب كلهم بيقولوه طبعا، ان ده الناتشرال موميفيكيشن، ده الاسم الاحسن كمان الحديث، اللي هو التحنيط الطبيعي، ناتشرال بشكل طبيعي، سواء في الرمله السخنه في جو مصر، وطبعا ده كان في البداري في اسيوط في الصحراء، والتاني كان في الجليد في شمال اوروبا. التاني اللي عايزين نتكلم عنه النهارده اللي هو العلم بتاعنا، الموميفيكيشن، التحنيط بشكل متعمد بشكل مقصود، ان انت تتدخل في البدايه بعمليه جراحيه، ثم باستخدام مواد كيماويه، مواد عطريه، زيوت، انواع من الاملاح المختلفه، في بروسيس معينه، في عمليه متسلسله ليها فتره معينه، علشان يوصل الإنسان لعملية الحفاظ على جسم الإنسان من التحلل. والمومياء بتاعتنا موجودة طبعا، كلها موجودة حتى الآن. هو ده اللي احنا بنسميه الموميفيكيشن، اللي هو كان علم في مصر القديمة، علم طبعا يعني أنا أتفق مع الدكتور رمضان وأستاذ الدكتور رمضان والدكتور عبد الحليم إن احنا مهما نشتغل في الحضارة المصرية في التحنيط بالتحديد، وعلى فكرة في متخصصين زي الدكتورة سليمة إكرام، زي الدكتور زينب حشيش، مجموعة كبيرة من المصريين والأجانب شغلهم بس في التحنيط، بتشوفوا دايما على ناشونال جيوغرافيك دايما بيطلعوا الايدين للبني ادمين ودماغ مومياوات وراس جمجمه وشغالين بس. ده شغلهم بس، يعني ده ليهم كاتيجري معين
وحاليا بقى عندنا تخصص اسمه بايو اركولوجي او علم دراسه الاثار من ناحيه الاحياء او الاحياء الاثريه. ده برضو برانش محترم، بس محتاج حد متخصص اكتر في ان يكون عنده معلومات باثولوجي اكتر، بعلم دراسه الانسان اكتر، بجسم الانسان، بالعلامات الحيويه، عشان يعرف يعني زي بتاع التشريح كده بالظبط. طيب مش عايز ابعد مع حضراتكم عشان الوقت بس. فالتحنيط بالنسبه لي بنقول احنا في الارشاد عندنا، دي المعلومه كانت مؤكده عندنا بنسبه 100%، ان اول موميا في مصر القديمه عندنا موجوده حتى الان هي الملكه حتشبسوت، اسره رابعه، زوجه سنفرو وام الملك خوفو، اللي لقيناها في الناحيه الشرقيه من بير جنب الهرم الاكبر لابنها الملك خوفو. وزي ما حضراتكم عارفين دي كانت الدفنه الثانيه، ان هي اتدفنت في الاول في دهشور جنب جوزها الملك سنفرو، ولصوص المقابر الحراس شافوا ان في لصوص ممكن يكون في اجزاء اتسرقت من المقبره، ونوع كده خلسة عشان الملك ما يزعلش منهم ويقول انتم ازاي في تقصير، فعلى خلسة كده او على حين غرة كده زي ما يقولوا، جابوا بقايا المقبرة الملكية للملكة حتشبسوت واتدفنت بشكل لا يليق بملكة في بير جنب في الناحية الشرقية من الهرم الأكبر، وطبعا لقيناها كلها بالكامل محفوظة حاليا في المتحف المصري في التحرير. لقينا أواني كانوبية، أربع أواني كانوبية فيها الأعضاء الداخلية، وهكلمكم عنها بعد شوية. الأعضاء الداخلية لقيناها موجودة في سائل، ولما تحلل السائل ده الإناء الحجري في سائل، السائل ده لما تحللناه لقيناه هو ملح النطرون المذاب، ملح متذوب، محلول ملح يعني، وهو ملح النطرون اللي هنتكلم عنه بعد فترة إن شاء الله بعد شوية صغيرين. فبنقول احنا في الايجيبتولوجي عندنا ان اول موميا عندنا في الحضاره المصريه مكتشفه حاليا كانت مومياء الملكه حتشبسوت وبقاياها او الاحشاء الداخليه الموجوده في الكانوبيك جارز للملكه في المتحف المصري في التحرير. مؤخرا الكلام ده اكتشفناه بعد الفحص الاخير للستيب بيراميد للملك زوسر في سقاره، لقينا تحت ال 90 متر تحت الهرم، 90 متر تحت الارض في غرفة دفن الملك زوسر، لقينا بقايا قدم بشرية، الرجل بس، الرجل الجزء الأسفل من الرجل لقيناه في غرفة الدفن للملك زوسر، وكأنه هو لما لصوص المقابر دخلوا المقبرة، بالرغم أنه كان مؤمن 70 متر وهي غرفة جرانيتية بنوصل لها من فتحة من السقف، والفتحة دي متغطية بكفر كده بغطاء معين من الجرانيت. ازاي يتحرك الجرانيت؟ ينزلوا ازاي تحت الهرم؟ ازاي دخلوا جوه الممرات الكتيره اللي جوه الهرم؟ دي كلها، لكن في الاخر الهرم هرم زوسر اتنهب من زوسر المقابر، وطبعا هم ما كانش فيه شيء دافع لجسم الملك، فبيبعصروا محتويات الموميا عشان يلاقوا التمائم الذهبيه، الشرايح الذهبية الموجودة والتمائم الموجودة بين لفات الكتان اللي هقول بعد شوية بآخر خطوة هي دي الموجودة في التحنيط. فأعتقد تكون تلاشت بالوقت، لكن اللي كان موجود بس هي الجزء الأسفل من الرجل، ودي الموجودة حاليا في مكانها. ده بالنسبة لي أول بقايا، طبعا ما نقدرش نأكد هل هي رجل زوسر، هل هي دفن في عصر تاني، هل حد غير زوسر، دي صعبه بالنسبه لنا عشان الدي ان ايه في الفتره دي مش هقدر اكمل السلسله. الدي ان ايه لازم يكون عندي سلسله اعرف مين ابو مين ومين ابن مين. طيب كمل الوقت معانا، كمل تماما، ما عنديش مومياوات تاني في مصر الا في الاسره ال 11، لما 60 جندي من جنود الملك منتوحتب الثاني نبحب بتراع في الدير البحري لقينا 60 واحد محنطين بس بدون استخراج الاحشاء الداخليه، زي ما هم كده تم تحنيطهم بكامل ملابسهم بكل حاجه زي ما هم بالظبط كده، وطبعا محفوظين واتكلمنا عنهم في اللوجستيات لما قلنا اعمارهم قد ايه واجسامهم، فاذا هم محتاجين كام سعر حراري في اليوم، الكلام ده اتكلمنا عنه في محاضره بتاعه اللوجستيات موجوده على الجروب مع حضراتكم. لقينا كمان موميا تانية لسيده اشتغلت مع دكتور سماح عبد الرحمن سيادة العميدة، اشتغلت بحث عن التاتو، عن الوشم في مصر القديمة، عن موميا في المتحف المصري، في المخزن في المتحف المصري. الست دي واخدة لقب priestess of حتحور، كانت حتحور،
وهي كانت واحدة من محظيات الملك منتو حتب الثاني بحبترا. اشتغلت على التاتو اللي في جسمها وأهمية التاتو، فهي برضو موميا، وأقدر أرفع لكم البحث بتاع التاتو برضو، إن في حاجات في الإيجيبتولوجي حلوة. ودكتور سماح طبعا مكملة في العصر القبطي، في العصر القبطي المسيحي ثم العصر الإسلامي. دي بحث متكامل موجود عن التاتو. اشتغلت على موميا في المتحف المصري، كانت في المخزن، صورناها واشتغلنا عليها. والرغم ان انا على المستوى الشخصي، ودي يعني دي حاجه يعني شخصيه، ما بحبش ان انا اشتغل، لان برضو شايف ان في حرمه للميت، حرمه للميت. طبعا الجسم مكشوف بالكامل، جسم الموميا مكشوف بالكامل. انا اشتغلت على اجزاء من جسم الموميا عشان اوصل لفكره معينه. الفكره المعينه دي عباره عن شبكه من التاتو، من الوشم، موجود على اسفل السره. ودي كانت عادة مصرية قديمة من عصر ما قبل التاريخ، إن السيدة بعد مرحلة البلوغ والفترة اللي هي يعني مسموح لها بالجواز فيها، بتعمل تاتو على الجزء أسفل السرة، الجزء ده من جسم السيدة، علشان لما يحصل حمل الشبكة دي مع كبر الحمل مع بطن السيدة في الحمل يعني تتسع، الشبكة تتسع، توسع الشبكة من بعض، فكأنها بتعمل حماية لأنها بالفكر البدائي، الكلام ده من عصر ما قبل التاريخ لغاية آخر العصور بتاعتنا، علشان تعمل نوع من الحماية من الأرواح الشريرة للجنين أو للمولود اللي موجود في بطن الأم. فكر مصري موجود. وكان في تاتو كمان في الإيدين وفي الرجلين وفي أعلى الفخذ، دي أماكن الخاصة بالتاتو الموجود. البحث موجود، أقدر يعني لو يعني انا عندي البرميشن طبعا من دكتور سماح ان انا برضو يعني احنا اتنين في البحث، وكمان بنشوف الوشم الموجود حتى اللي عندنا في اخواننا المسيحيين بالكامل، الوشم الموجود على الدراع هنا، سواء الصلبان، سواء الاشكال المقدسه لسيدنا المسيح عليه السلام او السيده العذراء عليه السلام، دي كلها دكتور سماح في الجزء القبطي مقصر الموضوع. وبنتكلم على واحد مصري كان من اسيوط اسمه رزوق ده كان تاتوتر، راجل بيعمل التاتو يعني. والراجل ده راح هناك في بيت المقدس، وهو اللي كان بيعمل وشم، هو اللي كان بيعمل الوشم للجنود الصليبيين اللي كان بيزوروا طبعا، او الحجاج الصليبيين ثم المسيحيين ثم الصليبيين لما كانوا غزاة في بيت المقدس. ومن هنا العادة المصرية انتقلت لأوروبا من خلال الراجل اللي اسمه رزوق ده، رزوق الراجل الأسيوطي اللي كان واخد معاه كام قوالب كده بيعمل بيها الوشم. فالجنود والناس الزوار والحجاج لبيت المقدس عجبتهم الفكرة انه يعملوهم بالإبر بالشكل التاتو اللي انتوا عارفينه طبعا. فده انتقلت العادة من مصر لبيت المقدس لفلسطين، ثم راحت مع الأوروبيين ثم طبعا الأمريكان. فمصر هي أصل التاتو في العالم القديم كله، وحتى الآن صفة مميزة عندنا لأقباط مصر، الصلبان الموجودة بأشكالها المختلفة، الأسماء الموجودة، رسم المسيح عليه السلام، القديسين، دي كلها تسلم خير يا حبيبي. دي ده طبعا دكتور سماح كاتب الكلام ده كله في البحث مع الجزء الإسلامي، حتى في العصر الإسلامي بالرغم إن الإسلام بيمنع الوشم، لكن إحنا بنشوف حتى في الحضارة الهندية الهنود المسلمين عندهم الوشم الأحمر الموجود هنا ده. فدي بحث موجود اقدر ارفعه لكم بعد شويه ان شاء الله عن الوشم كعاده، وهي الوشم موجود حتى الان طبعا في العالم كله مع اختلاف النظره ليها. وممكن نعمل محاضره لكم في يوم من الايام عن موضوع الوشم في مصر القديمه وفي العصور الوسطى القبطي والاسلامي، في العصور الوسطى ولغايه العصور الحديثه. وكان عاده موجوده دايما تشوفوها في الفيلم بتاع تمر حنه، الفيلم بتاع تمر حنه لما رسم صورة حبيبته على صدره عشان يشيلها، شالها بمية النار. وحتى واحدة اسمها ليدي بلاكمان، واحدة اسمها بلاكمان كان يعني ليدي بلاكمان زارت مصر في القرن 17 و18 في الفترة دي، وكتبت مذكراتها انه كان في مصر القديمة واحد في مصر كان بيعدي واحد قدام البيوت وبينادي على اللي عايز يعمل وشم او يطاهر اللي هو الختان. فدايما كان الست دي كاتبة بالنص كده، ندج ونطاهر، ندج ونطاهر، يعني نعمل الوشم ولو حد يحب من الاولاد نعمل له ختان، نعمل له ختان. ده كان واحد بيعدي في الشارع، ليدي بلاكمان دي كاتبه الكلام ده في الكتاب بتاعها. فباذن الله نعمل لكم محاضره في مره كده عن موضوع الوشم، بعدنا عن موضوعنا نرجع تاني. او الموميا ملكيه محفوظه حتى الان، طبعا الملك سيقنا الرع اسره 17، وبنشوف التطور الكبير اللي حصل في الموميا
ده الشكل الكامل بتاعنا. ثم ال 18 طبعا دولة حديثة بالكامل، التحنيط وصل فيها للقمة بالتكنولوجيا بالبروسيس، هكلمكم عنها باختصار كده واحدة واحدة عشان بس الوقت ما نبعدش عن كده أكتر. بعد كده استمر التحنيط في العصر المتأخر، استمر التحنيط في العصر البطلمي ولغاية العصر الروماني، لأن الفترة المسيحية الأولى كان فيها تحنيط، متحف ملوي ومرحلة زي مرحلة إيزادورا، المراحل دي كلها عندنا في الحضارة المصرية التحنيط استمر حتى مع ظهور المسيحية في مصر أثناء العصر الروماني، عندي مومياوات محنطة لغاية العصر الروماني. أنا يمكن تركيزي معاكم على المومياوات البشرية البني آدمين، لكن طبعا الحيوانات بتحنط نفس تحنيط الإنسان، العجول، القطة المقدسة، عندي مومياوات لكلاب للصيد، عندي مومياوات للبابون المقدس، عندي مومياوات للأيبس أبي منجل المقدس، عندي مومياوات لباستت القطة باستت، عندي مومياوات للسوبك كروكودايل، دي كلها طبعا عندي الحورس، دي كلها موجودة. حيوة دكتور فرج يا حبيبي، مستني منك بس يا دكتور فرج كده يعني تمتعنا بحاجة في البطلمي في مرة كده إن شاء الله يعني، وشغلك كله متميز يا حبيبي، ده أنا عارفك والله يعني. طيب، فاستمر التحنيط عادة مصرية قديمة. نسيت حاجة بسيطة بس يعني هو ستريس بركز عليه، لو كان عندي من الأسرة الرابعة موميا كاملة وتحنيط في 4 أواني كانوبية للملكة حتشبسوت، فده مش هيحصل في يوم وليلة، ده لازم يكون في قدامه مئات السنين من تطور عشان أوصل للمرحلة دي. فأنا عايز أقول فعلا ممكن يكون التحنيط ابتدى فعلا مع أول الأسرات، مع بداية الحضارة المصرية، التاريخ المصري مع الملك مينا أو نارمر، مع وجود دفنات من عصر ما قبل التاريخ زي ما قلت لحضراتكم في الكتان، موجود في البوص، موجود في الجلود، ثم باسكت أصبح في نوع عندي من السلة، سلة من الفخار، كل ده كله هو مقدمات اللي هنسميه التحنيط، مقدمات اللي هنسميه الكفن، مقدمات اللي هنسميها ساركوفاجس، دي كلها عندي في الحضارة المصرية طبعا بالتفصيل. تطورات كتيرة موجودة عندي، مش برضو مش عايز أبعد في الموضوع عن النقوش الموجودة والنصوص الموجودة بتفسر الحاجات دي كلها، بس أنا عايز أقول مع حضراتكم كده إنه التحنيط فعلا لو كان عندي حتشبسوت، أو حتى لو أثبتنا إن الرجل الموجودة في الستيب بيراميد لزوسر هي رجل الملك، فدي كان يسبقها، أكيد كان يسبقها مئات السنين من التطور عشان أوصل للفكرة دي، كان لازم يكون التطور عندي أقوى من كده. في الأسرة الخامسة اكتشفنا مقبرة اسمها مستابا اوف نفر، دي موجوده في سقاره، اكتشفناها سنه 66، لقينا فيها موميا كامله لانسان محفوظه بالكامل، المقبره من الاسره الخمسه صاحبها اسمه نفر، هل الموميا دي لصاحب المقبره من الاسره الخمسه، هل من عصر تاني؟ وحضرتكم عارفين ان احنا احيانا بنعمل حاجه اسمها الريبريال او اعاده الدفن، ان استعمل تسألتوا محمد اني استعمل مقبره من عصر واستعملها في دفن في عصر تاني، فالمقبره بتاعت نفر طبعا موجوده في المتحف المصري دي من 66 اكتشفناها فيها مومياء كامله، فهي اول مومياء كامله، بس زي ما قلت لكم كده السؤال اللي عندي فيه مشكله، هل تعود للاسره الخمسه؟ هل تعود لعصر بعد الاسره الخمسه وليكن دولة حديثة، بس الشخص ده تم دفنه في المقبرة دي؟ دي بالنسبة لي خلت ان دي حاجة بره الموضوع. طيب، اول موميا ملكية كاملة سخن الرع، وبصراحة هي لما تشوفها هي كاملة من كل حاجة، فعلا الخطوط كلها موجودة فيها، ولو كان فيها خبطات في الدماغ او في الجبهة فدي حاجات طبيعية، ان هو اصلا مات يعني في المعركة، فهو كان ضحية التحرير زي ما حضرتكم درسته، وده بنقوله في الحاجات الأساسية بالنسبة لنا. طيب كده أساتذتنا حددوا حاجتين، التحنيط بشكل طبيعي ده مش عمل بشري، ده مفيش مشكلة خالص فيه، التحنيط الطبيعي ممكن يكون موجود زي ما قلت لكم في أوروبا، موجود في أي مكان مفيش مشكلة خالص بالنسبة لنا. أستاذي دكتور عبد الحليم نور الدين عمل حفاير في شمال صنعاء 27 كيلو في موقع 27 كيلو شمال صنعاء، وفعلا اكتشفوا مومياوات، هل مصرية مش مصرية؟ زميلتي دكتور هند، وعندنا على الجروب معاكم الدكتور يعني هو ان شاء الله يبقى دكتور اسلام المصري، اسلام سمير باحث
ماجستير عندنا في المنيا، عملوا بحث من كام سنة كده في مؤتمر عندنا في الكلية، ممكن أستأذنهم وممكن أكلمهم يرفعوا اللينك أو يرفعوا البحث عند حضراتكم، إن الحضارة المصرية فعلا فيها تحنيط، لكن ما كانش هو حصريا الحضارة المصرية، ما كانش إحنا بنعمل تحنيط. دي معلومة يعني بمنتهى الصراحة، يعني مش كل الناس يعرفوها، إن التحنيط كان موجود في الصين، التحنيط كان موجود في المكسيك، التحنيط موجود في شيلي، في حضارات تانية استعملوا فيها التحنيط بنفس الحضارة بنفس الشكل بتاعنا، مع اختلافات بسيطة في الميكانيزم نفسه في آلية التحنيط، لكن عندنا مومياوات في الصين، عندنا مومياوات في اليابان، عندنا في الحضارات يا جماعة، في الحضارة. تسلم يا أميرة حبيبي. موجودة في شيلي، موجودة في المكسيك، في البرازيل، دي كلها حضارات عملوا نفس الفكر المصري اللي هو حفاظ على جسم الإنسان من خلال التحنيط. دي الفكرة موجودة، وأعتقد دي طبيعة بشرية، البحث عن الخلود، البحث عن الحياة الأخرى، فكر بشري إحنا طورناه طبعا وسبقنا الناس دي كلها، لكن عملنا مومياوات محفوظة بشكل كامل، الأسنان موجودة، الشعر موجود، الرجلين، الضوافر، كل ده موجود، فالحضارة المصرية سابقة ده كله. ده عملناه إزاي؟ محدش يقدر يجزم بنسبة 100%، المواد معظمها حاليا اتعرف بالنسبة لنا، لكن في مواد تانية العلماء محتارين فيها، ممكن يكون مواد اندثرت ضاعت في الحضارة المصرية، يعني كانت موجودة، نباتات موجودة بتستخدم، مواد بتستخلص. فالدكتور عبد الحليم كان بيناقش هنا كلمة موميا، أصل كلمة موميا. بمنتهى الصراحة أنا من السنين دي كلها بشرح لحضراتكم وأنتوا بتشرحوا أكيد وأكتر مني، إن كلمة موميا هي كلمة فارسية، كلمة فارسية تعني الزفت او القار الاسفلت، يعني اللون الاسود ده، دي كلمة موميا، ومنها بقت في اللغة العربية مومياء بالهمزة، بقت بالفرنساوي، بقت بالالماني، بالانجليزي، باللغات كلها بقت مومي، بقت مامي، بقت موميا، الى كله في كل اللغات. اصلها ايه؟ انا كنت بقول بمنتهى الصراحة، ربنا يخليك احمد حي، واهلا بيك، وربنا يوفقك كده ويستر عليك في ابو ظبي ان شاء الله. طيب فدكتور عبد الحليم رأي اللي قاله بصراحه رأي محترم جدا، ان هو الحفاير اللي عملها سنه 93 في صنعاء او شمال صنعاء ب 27 كيلو في موقع معين كده، شمال صنعاء ب 27، شمال شرق صنعاء في اليمن، وطبعا هو كان استاذ كبير في اليمن واسس الايجيبتولوجي في اليمن وعمل تاسيس للاركيولوجي في اليمن، مدارس دكتور حليم عملها في اليمن بالكامل، وحاليا في باحثين يمنيين مشهورين في الاثار كلها، ده الدكتور حليم معامل المدرسه دي. الوقت اللي هناك 2000 دي فيها دكتور طيب وفيها كل حبايبي، يعني في 2000 دي يعني فيها ال برنس، مبروك فزت يا برنس، فزتهم. طيب فدكتور عبد الحليم بيقول هو لقى المومياوات، لما فحص المومياوات الموجوده في الاكتشاف بتاعه اللي كان في اليمن في شمال صنعاء، لقى برضه لونها اسود، بقى لونها اسود، فبيقول ما لقاش لما حل المومياوات دي بالفريق بالبحث اللي معاه، ما لقاش المومياوات فيها فعلا، ما فيش فيها الزفت او القار، ما فيهاش فيها البلاك، ما فيش بلاك عليها. فقالوا له هناك ان في ماده موجوده في جبال اليمن، ماده طبيعيه موجوده اسمها ميمياء، ميمياء واخرها ياء برضه. بصوا يا جماعه، بدل ما كلمه مومياء خلي الواو ياء، الماده اسمها ميمياء، ولقى الماده دي موجوده بصراحه حليم لقاها في كتاب الطب، في كتاب الرازي المشهور يعني بتاع الطب، وهي مادة لونها اسود وليها رائحة نفاذة، كأنك كده عندك كوكتيل بهارات وفي نسبة اليانسون زيادة شوية، التوابل دي واليانسون هو زيادة شوية، دي الريحة اللي هي ريحة المومياء. تسلم يا توت. دي المادة دكتور حليم اتكلم عنها، فبيقول المادة اسمها مومياء والمادة لونها اسود، وكمان مستعملة في المومياوات اللي لقاها هو في اليمن. يا جماعة السؤال المنطقي عندك، هل المومياوات دي مصرية؟ هل تأثير مصري؟ الأسئلة دي كلها ما عنديش إجابة ليها، يعني أنا ما عنديش إجابة ليها،
وما عنديش تأكيد ان هل الاجسام دي مصرية، المومياوات دي لمصريين، هل في تأثير مصري في اليمن، هل هم زيهم زي الجماعة بتوع الصين او بتوع المكسيك او حضارة الانكا في جنوب امريكا الجنوبية طوروا حاجة اسمها التحنيط، انا دي مش عارفها. لكن المؤكد بالنسبة لي هو استخدام المادة اللي لونها اسود اللي اسمها الميميا، ميمياء، وزي ما تكون موجودة في كتب الطب القديمة زي كتاب الطب بتاع ابو بكر الرازي. فالدكتور عبد الحليم بيقول طب نبعد ليه ونروح للاصل الفارسي للكلمه، اللي هو اصلا اللي هي كلمه الزفت او بيسموها الانجليزي البيتشمن، البيتشمن ماده الزفت او الاسفلت اللي لونه اسود ده، ليه نبعد وموجوده في مصر، موجوده عندي في اللغه العربيه اللي هي اللغه الساميه بتاعتنا اللي اثرت او تاثرت بعد كده بالحضاره المصريه القديمه، لان اللغه المصريه القديمه واللغه العربيه الاثنين لهم اصل واحد اللي هو اللغه لغه ساميه، ومعاهم طبعا العبريه اللي هم الثلاث لغات الساميه في العالم القديم، العربي والعبري واللغة المصرية القديمة بلهجاتها بكله يعني. طيب فهي هو بيقول نقرب كده المعنى لكلمة ميمياء، ميمياء المادة اللي لونها أسود المستخدمة في التحنيط كمادة حفظ ومادة تعطير فدي ده رأي محترم، سواء نقول إن هي الأصل الفارسي، وزي ما قلت لكم الكلام الجديد دكتور حليم كاتب الكلام ده في الكتاب الأخير بتاعه اللي هو الحضارة، الكتاب أهو لو ما حضركم لو حد أهو الكتاب ده اللي هو اسمه الديانة المصرية القديمة، ده الكتاب الجزء الثاني بيتكلم عن الكهنوت، الكهنوت والطقوس الدينية، موجود في الكتاب زي ما تكون كده بيتكلم تراب حليم على معاني التحنيط، دخل منها والله إيهاب الكلام ده يعني احترم رأيك اكيد، بس حدود مصر عند اليمن دي فيها يعني فيها شوية كلام بالنسبة لنا، يعني انا معاك ان عندنا اصول مصريه او نقوش مصريه موجوده في شمال غرب السعوديه، الجزيره العربيه في السعوديه في جبال عسير، لقينا خرطوش رمسيس الثالث موجود هناك في شمال الجزيره العربيه، شمال السعوديه بالتحديد ناحيه البحر الاحمر، يعني شمال غرب السعوديه اللي يكمل لتحت في نفس الطريق الساحلي يوصل لليمن، ممكن يكون فعلا تأثير مصري، الكلام ده يعني محتاج منك أو محتاج مننا نشتغل أكتر في الجزء ده. تمام، يعني أنا مختلفش معاك، التجارة موجودة في العالم القديم بيننا وبين كل العالم القديم، واليمن من الناس اللي في ناس فكروا إن اليمن ممكن تكون لها علاقة ببلاد بونت، بعلاقة ببلاد بونت، وبعض الناس قالوا بلاد بونت مش موجودة في الصومال زي ما احنا بنقول، دي موجودة الناحية التانية في اليمن، لأن برضه هناك زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان الارض كانت ارض واحده، المنطقه دي كلها ارض واحده، البحر الاحمر هو شق في الصخر، حصل زي زلزال تحركات ارضيه، ما انا بقول لك يا وسام اهو يا جماعه الارض دي متصله، البحر الاحمر هو مكان شق كبير في الارض اتملى بالميه من المحيط تحت، فده يعني الارض متصله ببعض، زي ما ان جزء افريقيا مع امريكا الجنوبيه قريب من بعض، السمار والحضاره ونفس الخط بتاع الامازون دي كلها اراضي كانت متصله مع تحركات في ملايين السنين من الارض اتحركت من زلازل وغيره وغيره ونتوءات و فبتملاها الميه، فالبحر الاحمر هو اللي فصل ما بين الصومال في الناحيه الشرقيه والناحيه الغربيه الموجود فيها الجزء او الغرب والشرق ما بين الصومال واليمن، الارض دي ارض واحده والاثنين بنفس الطبيعة الاستوائية. بعدنا خالص وسرحنا خالص يا وسام انت وإيهاب، نرجع تاني يعني. فده التحنيط بتاعنا باختصار هيرودوت كتب كلام غريب برضو انا مش محرج اكلمكم فيه. وزي ما قلنا في كذا محاضرة قبل كده يا جماعة، بلاش احنا في الحضارة المصرية نحس ان عرسنا بطحة بندافع عن الحضارة المصرية. اللي جاي لك من اخر الدنيا وحوش كام سنة وبيحلم ان يجي مصر وبيتكلم عن الحضارة المصرية بافتخار ويتصور هنا ونفسه يزور مصر، فانت انا اسف مفيش عراسك بطحة تقول ان انا ادافع وان انا في مكان الدفاع وهو يهاجمني. في الحضارة المصرية انه حصلت حادثة ان سيدة توفت، الكلام ده مذكور في هيرودوت كتاب الهيستوري او الاستوار بتاعه، كتاب التاريخ بتاعه، إن سيدة اتوفت فأهلها بعتوها
او ارسلوها للمعبد عشان تحنط. فتم الاعتداء عليها، على حرمتها، من الكهنة او الموجودين في المعبد. الكلام ده ذكره هيرودوت. فبالتالي المصريين قرروا ان هم يرسلوا الراجل المتوفي تاني يوم الوفاة، الراجل يبعتوه تاني يوم على طول، يعني كأنه توفى النهاردة، بيخلوه الليلة الأخيرة في بيته. وطبعا أخويا الدكتور طيب اتكلم في الحاجات دي كتير، اللي هي بيسموها اللاست نايت، الليلة الأخيرة للإنسان في بيته، لما أهله بيودعوه، اللي بيسموها الرؤية الأخيرة، إن هو مات خلاص النهاردة، دي آخر ليلة هو هيقضيها مع أهله في البيت. إنه عامل معاهم هنا انتجريشن، يعني هو هنا متصل بأهله. المتوفى مات، عايش مع، هيخلوه الليلة الأخيرة دي، الليلة يبات هو ميت، يبصوا عليه ويتونسوا بيه بالبلدي كده. تاني يوم يرسل للمعبد علشان تبتدي مراحل التحنيط. الراجل تاني يوم، الست السيدة المرأة تاخد في اليوم الرابع، يعني تقعد في بيتها 3 أيام، وفي اليوم الرابع يبعتوها للمعبد عشان الحادثة اللي قلت عليها من شوية. يعني كلام ما تفكر فيه، يعني كلام خطير. هيرودوت المشكلة طبعا زار مصر في القرن الخامس قبل الميلاد صحيح، وفي أيام كانت ضعف، أيام ضعيفة، بس هو زي ما قلنا في المحاضرات بتاعتنا، وده مش دفاع عن باطل، ده دفاع عن حق، إن هيرودوت بعض مصادره ما كانش موثوق منها، بمعنى هو لم يسمح له، لم حد يدخل المعبد، ما حدش قال له خش المعبد وتمشى وشوف زي ما أنت عايز، فقعد بره، قعد بره على الباب، لا دخل المعبد ولا زار الأماكن الداخلية في المعبد، ودخل قدس الأقداس، ولا ودوه للمكان اللي بنسميه الوعبد، او المكان اللي بنسميه البيرنفر، اماكن فيها التحنيط وفيها الحاجات، ما دخلش، لان هو بالنسبه لهم غريب. فهيرودوت اعتمد على بعض الناس، سالهم، وانتوا عارفين المصريين من زمان احنا بنحب نشتغل اي حد غريب نشتغله، فقالوا له، انا اسف كده، سرحوا بيه في حاجات مش منطقيه. ده رايي الشخصي، يعني ما حدش يفتكر الموضوع فيه سذاجه، لا، الموضوع هو بعض المصادر اللي اعتمد على آراء غير موثوق فيها، آراء ناس هم نفسهم ما دخلوش، هم سمعوا بس، هم سمعوا الأوضة اللي هناك دي فيها أوضة ضلمة، الأوضة دي فيها أشباح، وهو ما حدش شاف الأوضة فيها إيه، واشتغلوا الراجل اللي اسمه هيرودوت. دي مشكلة في هيرودوت. المشكلة التانية إن هيرودوت ما كانش يعرف مصري، فاعتمد على مترجمين، يعرفوا ما بين المصري ويوناني، على خلاف مانسون، اللي مانسون كان مصري وبيعرف الحضارة المصرية وبيعرف لغة مصرية طبعا دي لغته، وبيعرف يكتبها ويعرف حضارته وجذوره. فلما كتب مانسون تاريخ عن، يعني كتاب عن تاريخ مصر، كان أكثر مصداقية من هيرودوت. لكن يحسب لهيرودوت إن هو قضى فترة الكام شهر في مصر دول، فعنده ملاحظات وعنده حاجات هو شافها بعينيه فسجلها، دي تحترم. لما عدى على قرية وشاف إن الستات بيشتغلوا في الأرض، الستات سيدات القرية دي هم اللي بيشتغلوا في الأرض، فعمل تعميم إن المصريين الرجالة قاعدين في البيت، معش بيعملوا إيه، والستات هم اللي بيشتغلوا. طب والله يا ريت، دي أنا أتمنى، يعني دي حاجة كويسة، يعني يا ريت طبعا، يعني هي كل الحكاية بس إن دي القرية دي ممكن يكون الرجال اللي فيها، الرجال الموجودين فيها، سواء الرجال الكبار او الشباب من سن 16 لغايه سن 40 سنه، كلهم راحوا في حمله عسكريه، الملك خدهم بيحارب بيهم، زي موضوع التجميع زمان اللي هو للجهاديه، بيرعوا بكل اخلاص، بكل قوه. الست المصريه اشتغلت هي عشان ترعى الزرع وتاكل ولادها، ولحين عودة الرجال. طيب دي هنا، دي في قرية معينة في بلد واحدة، أعمم على مصر كلها إن كل المصريين الرجالة قاعدين في البيت بيربوا الأولاد والستات هم اللي بيشتغلوا. طبعا ده شيء جميل اللي يحصل يعني، بس ده ما كانش واقعي. فعايز أقول هيرودوت فعلا هو زي ما بيسموه أبو التاريخ، بس في منه فلتات، زي موضوع التحنيط، إن الست بتروح يودوها المعبد. تروح المعبد، بيبعتوها كجثة للمعبد في اليوم الرابع. طب أنا أتخيل بمنتهى الصراحة، أتخيل سيدة توفت في الجو مصر الحر ده، سواء في الأقصر، شكرا شكرا مع شكرا دكتور،
دكتور محمد سيادة الريس، وعايزينك تمتعنا بمحاضرة كده في الشغل بتاعك الجميل، يعني نتعلم منك يعني التسويق الإلكتروني والحاجات دي، يعني نتعلم منك يا دكتور محمد. أنا مدعوك أهو. طيب، فهل في جو مصر الحر ده تتوفى سيدة ونسيبها في البيت في الحر ده قبل المكيفات وقبل الحاجات دي كلها، نسيبها في البيت 3 أيام كجثة كجسم، وفي اليوم الرابع نوديها المعمل تتحنط؟ فالكلام ده ما يعقلش، يعني كلام مش طبيعي، يعني مش طبيعي. ثانيا المهم طبعا ان التحنيط في مصر القديمه كان امنيه، اي انسان نفسه يتحنط، لكن بيقولوا كده العين بصيره والايد قصيره. التحنيط في مصر القديمه كان مكلف جدا، في منتهى يعني كان حاجه غاليه جدا، مش اي حد هيتحنط. واكلمكم بعد شويه عن تحنيط الفقراء والغلابه زي حالتنا كده، لما يتحنطوا ازاي. التحنيط المثالي بتاعنا الملكي ده حاجه مكلفه جدا، يعني الانسان ممكن زي الفيلم بتاع المهاجر اللي هو كان عامله يوسف شاهين، وكان فيه يسرى لما لمت كل الفلوس وكل الذهب راحت المعبر عشان يحنطوا ابوها، فقالوا لها ان كل ده ما يحنطش صباع واحد من جسم ابوكي. ففعلا ده عايز اقول، بس طبعا اكيد مش دليلي هو الفيلم يوسف شاهين، لكن الاكيد ان التحنيط كان مكلف جدا، كان رغبه وامنيه في مصر القديمه. فاكرين سنوحي لما هرب من مصر لاسباب مجهوله وراح عاش هناك في الجزء الشمالي من فلسطين او الجزء الغربي من الاردن في المنطقه دي، والملك بعت للملك والملك سنوسرت الاول اللي كان صديقه هم وصغيرين وهرب هو، واتكلمنا عنه في المؤامرات لما اتكلمنا عن الهرم كونسبيرسي الحريم والمؤامرات الحريم، سنوحي هرب. فالملك بيقول له الملك سنوسرت بعد بيقول له فكر فيما سيحدث لجثتك وعد الى مصر. انت لما تموت في سوريا او لما تموت في المنطقه دي في فلسطين، فكر في جثتك، مين هيحنطك؟ هيدفن ازاي؟ فالتحنيط كان امنيه لمصر القديم ان جسمه يحنط يحفظ في العالم الاخر، حياته تستمر في العالم الاخر كجسم كامل. فسنوسرت بيغري سنوحي عشان يرجع طبعا ويكمل حياته في مصر. قال له فكر في جسمك، لما تموت هتدفن ازاي ايه اللي هيحصل لك؟ بعمل بحث حاليا بقالي يعني وقت قصير شغال فيه ان شاء الله، ويخلص على اخر الاجازه ان شاء الله رب العالمين. انا بسميه داينج ابرود. الانسان المصري اللي كان في الحرب، الانسان المصري اللي كان بيحارب مع الملك في سوريا وفلسطين ولبنان والمنطقه دي كلها، اكيد المعركه كان فيها ناس ماتوا، في ناس ماتوا في الحرب، في مصريين ماتوا بشكل طبيعي، اللي جاله مرض، اللي جات له سخونه، اللي جات له اي حاجه مات. هل ده هيبعتوه مصر؟ ده اللي بياخد شهر يرجعوه مصر في شهر، عشان يرجع تاني من سوريا لغايه مصر هياخد شهر، لانه راح في شهر برضه. طب هيدفن ازاي بره؟ هل هيحنطوه؟ هل هيعملوا له مقبره؟ دي كلها يا جماعه فعلا ارجع يا فضل يعني. فدي شغال في الحته دي من كام نص دوله حديثه، انه المصري اللي بيموت بره ايه مصيره؟ ده فكره البحث اللي شغال فيها باذن الله، يعني تعجبكم باذن الله لما تخلص، وانا شغال فيها يمكن في وقت بسيط، لكن ان شاء الله مديها 3 شهور الجايين كده، يعني على اول يكون خلص باذن الله رب العالمين. انا سميته داينج ابرود، الموت في الخارج، الموت بره مصر. مصير الانسان اللي يموت بره، هل هيدفن يا جماعه؟ هل هيحترموه؟ انا كجندي في الجيش ومت، او واحد صديقي كان جنبي مات وشفت ان هو لم يحترم بعد الوفاه، ده هيقلل الروح المعنويه. فانا بقول ده الطبيعي، ان لازم يحصل احترام للمتوفى. مش عايز اقول كلمه شهيد يعني، عشان دلوقتي بقت يعني الكلمه دي بقت درجه عندنا في الـ في الـ في, الـ في الميديا بتاعتنا، لكن معلش بتجي رسائل كل شويه بس. فكان وعد الى مصر، ده الرد بتاع سنوحي، رد سنوسرت الاول على سنوحي ان هو يرجعه تاني مصر، عشان دي امنيته ان هو يدفن في مصر. طيب التحنيط كان مكلف جدا،
المومياوات طبعا الملكيه خارج ده ملك لازم هيتحنط. والتحنيط زي دكتور رمضان استاذي ما كان بيقول بيتم في مكانين، في مكان اسمه وعبت، مكان الوعبت يعني المكان النقي المكان الطاهر الارض النقيه اسمها وعبت، او مكانه جايه حتى من وعب الكاهن وعب المطهر ده وظيفته. وكان المكان التاني اللي بيسميه البرنفر او بيت الجمال او البيت الجميل. دول مكانين بيكونوا عباره عن خيمه منصوبه بشكل مؤقت في المعبد او في الجبانه على حسب الفترات بتاعتنا. خيمة موجودة بشكل مؤقت زي معمل متنقل زي مستشفى ميداني بالمعنى اللي شفناه الفترة اللي فاتت، حاجة لوظيفة معينة. خيمة أفكركم بلقب أنوبيس المحنط الإمبالمر أنوبيس اللي هو خنتي سح نسر، اللقب بتاعه أمام خيمة أو مكان التحنيط ده اللقب بتاعه كمحنط. إذا كان في خيمة، كان في كشك موجود، الكهنة وكانوا 8. مين قال لي 8؟ هقول لكم القصة بعد شوية. 8 كهنة، الـ8 بيتقمصوا دور أنوبيس فيلبس الماسك أوف أنوبيس. هنا الماسك دوره هنا ريليجيوس، ده الـ 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 القناع ده أو الماسك ده بيكون دوره هنا ديني مش جنائزي. فالكاهن بيلبس الماسك ده، بقول كده نوع من الانكارنيشن، نوع من التجسيد او تقمص دور انوبيس اللي هو عمل تحنيط لاول موميا في التاريخ اللي في الاسطوره اللي هي اوزوريس. بيلبس كل واحد من الـ8 صدريه طويله اسمها بيكترال موجوده في المتحف المصري، الـ8 موجودين. يبقى في 8 صدريات، في 8 اقنعه موجودين بيلبسهم الكهنه، ده دورهم عشان يتقمصوا دور اول محنط في التاريخ اللي هو مومية اوزوريس. والتحنيط احنا دايما بنقول كده اسمه ارت اوف انوبيس، هو عبارة عن فن او صنعة او حرفة انوبيس. وانوبيس بياخد لقب ايمي اوت اللي هو ما هو امام مكان التحنيط. فانا عايز اقول بس من كل ده عايز اقول ان التحنيط بيتم في مكان مؤقت في المعبد، يرسل الى المعبد وهناك بيقام له الجزء ده كشك او خيمه في مكان منفصل بيتم فيها الطقوس دي كلها، اللي تبتدي بالغسل بالماء، اول حاجه الغسل بالماء نوع من التطهير الخارجي، ثم التعطير بماده عطريه تنقيه كده يعني دهن الجسم كله بماده او بزيت عطري. بعد كده ندخل على الجد شويه عشان الوقت، يعني بنعمل فتحه في الجنب الشمال من الموميا او من الجسم، يعني فتحه بشكل طولي كده بطول الجسم، يعني خد يعني حوالي 10 سم من السره فوق شويه بس في الناحيه الشمال، تبقى قريبه من المعده وقريبه من كل المنطقه اللي هيستخرجوا منها الاحشاء الداخليه. استخرجوا الاحشاء الداخليه، وكان في الدوله الحديثه بس بيتم استخراج المخ من النوسترلز من الجيوب الانفيه، عشان هنا بنشوف المومياوات كلها في متحف الاقصر في التحنيط او التحنيط في الاقصر او المتحف المصري. ازيك يا رينا عامله ايه؟ او الموجوده في المتحف المصري، المومياوات كلها دوله حديثه، المناخير هنا مكسوره، الحاجز اللي بين فتحتين الانف هنا مكسور، دخل من خلالها كروك حاجه زي الخطاف كده ويستخرج بيها المخ، ويبقى نوع از كايند اوف ويست، نوع من الفضلات بيلقى. بيستخرج ايه من الجسم؟ بيستخرج الكبد، بيستخرج الرئتين، بيستخرج المعده، بيستخرج الامعاء. الاربع احشاء اللي بيستخرجوا هم دول في حضارتنا بشكل كامل. الاربع احشاء دول نقولهم مره تانية: الليفر، الكبد، اللانكس، الرئتين، الستمك، المعده والانتستاين اللي هو الامعاء اللي هي الجزء اللي تحت الامعاء كلها الموجوده في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي. ده التحنيط بتاعنا، بيعمل فتحه جنب الجسم جنب في الجنب، يعني تقريبا بنتكلم على 7 سم تقريبا على حسب الرينج المتعارف 7 سم، ويستخرج من خلال ال 7 سم دول كده كل الاحشاء الداخليه كلها. الهارت القلب اتساب مكانه، وفي مومياوات الشال الهارت الشال القلب من مكانه
وفي مواد ساب القلب مكانه ولفيناه بس بالصلصال. دي كلها موجودة يا جماعة في حضارتنا المصرية كلها. موجود مومياوات من غير قلب، وتحط مكان القلب ان اميلت، تعويذة او تميمة، انا اسف، تميمة بتاخد شكل ماعت، ريشة نحطها مكان هنا. اي مين ماعت از ماي هارت، ماعت هي اللي في قلبي، العدالة والحق والواجب هو اللي في قلبي. مومياوات تانية لقينا القلب موجود بطبيعته مفيش حاجة عليه، عشان الغلاف اللي حواليه، الغلاف اللي او الغلاف الخارجي من القلب اللي بيسموه غشاء التمور ده سميك، يعني تقيل شوية، فبيخلي القلب يضمر يضمر يضمر، يعني يجف 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 وما يطلعش السائل اللي فيه، الدم اللي فيه لبره. ده كلام علمي منطقي، فالقلب يتساب مكانه. الفترة في الأسرة 21 و22 في العصر المتأخر لما شكوا إن القلب ممكن يطلع السوائل اللي فيه، لفوه سابوه مكانه ولفوه بس بالصلصال. الصلصال اللي هو بقى كده بيجف بينشف، يبقى كده بطبيعة الحال بقى زي كأنه فازة كده، إناء وجوه القلب. ده القلب بالنسبة لنا. الكيدنز الكليتين نفس الموضوع، القلب يا اما بيستخرجوا يرموا في الفضلات، يعني كنوع من الفضلات، يا اما يساووا مكانهم عشان برضو حواليهم غشاء سميك. دول اللي احنا ممكن نتكلم عنه في الارشاد، سواء في المتحف المصري، سواء لو عندك وقت في وادي الملوك، لو عندك وقت اقل شويه عشان وقت الزياره في النبلاء اطول شويه. دي كلها الاماكن اللي ممكن، المتحف المصري، متحف التحنيط في الاقصر على كورنيش الاقصر، متحف التحنيط. لو عندك وقت في الاهرامات، الحته دي ممكن يعني تملى بيها وقت في اكتر من مكان في مصر حسب الشغل اللي احنا بنشتغله. لكن زي ما قلنا زمان في الكليه مع بعض، انا عندي داتا بوظفها على حسب المكان المناسب ليها، ولو حد سالني بجاوب، لو حد متعمق اكتر يبقى عندي معلومه كمان اعمق. عشان كده دايما بقول يا جماعه خلينا عندنا مرونه، خلينا دايما عندنا اللي هو بيسموه الاديوكيشن فور لايف، يعني طول ما انت عايش، طول ما انت ربنا مديك الصحه والوقت، طور من نفسك، اقرا الجديد كل يوم، ما توقفش كده انا عرفت دول وكده خلاص، يعني كده كويس وهمشي. هتلاقي في يوم من الايام اتحطيت في موقف ان في حاجات جديده وانت ما تعرفهاش، يعني مش عايز برضو اضيع وقتكم. لكن ده التحنيط ببساطه كده، بيتم فتح الجسم من الجنب، استخراج الاحشاء الداخليه تحنط لوحدها، الاربعه بيتحنطوا لوحدهم، الرئتين والكبد والامعاء والمعده طبعا بيتحنطوا لوحدهم، بيتحطوا في اواني كانوبيه، اربع اواني بيتحنطوا زي الانسان بالظبط كده، بيتحطوا برضو في زي ما هقول بعد شويه اللي هقوله بالتفصيل للجسم، هو نفسه ده بيتحط للتحنيط. حماية أبناء حورس الأربعة، إمستي وحابي ودوامت إف وقمح سنو إف. وكده دورنا الحتة دي خلصت بالنسبة لنا. الأربع أحشاء ارجع تاني للجسم. طيب بقى الجسم كله فاضي من جوه، الجسم بعد ما طلعنا كل الأحشاء اللي جواه اللي هو تجويف البطن بالكامل، فده بيتملي بمادة صمغية بيسموها الريزن أو الراتينج، مادة شبه الصمغ العربي كده، بيتملي بيها الأحشاء بالكامل تماما. والماده دي الميزه اللي فيها انها بتجف يا جماعه زي الغيره كده، بيبقى سائل في مرحله لكن بعد شويه هو نفسه بينشف، فبيديك السمك الداخلي او الكثافه الداخليه، يبقى المكان ده بدل ما كان فاضي لا انت كده مليته، ما بقاش فاضي لان هو بقى ناشف بالماده دي من شويه. وكمان بيتحط معاه مواد عطريه كتير، زي لو انتم فاكرين الارز اللي هو السيدر وود، بيستخرج منه زيت بيسموه السيدر اويل. عندنا طبعا زيوت عطريه كتير في مصر القديمه، زيوت عطريه يعني ليها ريحه جميله بتؤثر كمان على ريحه جسم الانسان نفسه. طيب استخرجنا الحاجات دي كلها، الجسم اتلف اتحط فيه الراتنج من جوه، بيتحط الانسان في مراحل كتيره في ملح. اكتشفنا سنه 22 هوارد كارتر واللورد كارنارفون مقبره عنخ امون، ولقينا فيها مقصوره اسمها، درسناها مع بعض في المتحف المصري، اسمها تشابل اوف انوبس. لما فتحناها مع بعض وبصينا من جوه لقينا فيها مقسومه نصين، نص فيه مواد، في طبقين من الكالسايت من حجر الجير الناشف زي الزلط كده، طبقين تو كالسايت ديشز، طبقين مليانين مواد كيماويه. المادتين المهمين فيهم ماده اسمها صوديوم
كلورايد، ده بتاعنا احنا اللي بناكله كل يوم، ده ملح الطعام كلور الصوديوم. والماده الثانيه اسمها صوديوم كربونيت، كربون الصوديوم اللي هي بنسميها احنا نترون. ايه الفرق بين الاثنين؟ الانسان اتوفى يتحط فتره في الملح، عشان الملح ده بيعمل حاجه اسمها ابسورب فوتر، هو ده اللي هيمتص الميه والرطوبه من جسم الانسان. هقول لكم المثال بعد شويه، بس يعني خلي الشمس ما يضيعش مننا الشغل يعني. طيب ملح الطعام بيعمل نفس الوظيفه، لو عايز تقلي بتنجان، لو عايز تعمل سمك اللي هو سمك السردين والحاجات والرنجه والحاجات دي كلها، بيتحط في ملح من جوه ومن بره. هقول لكم ده في اخر محاضره موجوده الجديد ان شاء الله رب العالمين. طيب الملح ده اللي هو صوديوم كلورايد بتاعنا ملح الطعام بيمتص فعلا بشكل كويس، بس للاسف بعد فتره بيعمل تعفن في جسم الموميا نفسه، الموميا بتتعفن وده عيب كبير، يعني الريحه تبقى مش كويسه زي الملوحه، فعلا كده زي الملوحه. ماشي يا شيري. الحاجه الثانيه زي ما قلت لكم يا جماعه، احنا بالنسبه ان بالتجربه والفشل، احنا عملنا حضاره بالتجربه والفشل، فشلنا في حاجات زي ما قلت لكم كده. ملح الطعام كويس بيمتص الميه من الجسم بشكل كويس، لكن بعد فتره من الاستخدام في التحنيط بيعمل رائحه نفاذه او رائحه كريهه، بيعمل تعفن في الجسم نفسه. البديل ايه؟ جبنا ملح من وادي النطرون، مشهور بالمكان ده يعني، سميناه ملح النطرون، ناترون سولت، اللي احنا بنسميناه من شويه صوديوم كربونيت. والماده الثالثه يا جماعه اللي هي الثلاث مواد دول اللي هي الكربونات، يعني الثلاث مواد دول هم اللي لقيناهم في توت عنخ امون وكانوا مستخدمين في التحنيط بتاعه هو. ملح النطرون بيمتص الميه من الجسم 10 مرات اقوى من ملح الطعام. الميزه كمان اللي فيه انه ما بيعملش تعفن في الجسم، يبقى انت حطيت فيه جسم الانسان عشان يمتص منه الميه بعد استخراج، طبعا اللي قلنا عليه من شويه ده كله استخراج الحاجات دي كلها، بتمتص منه الميه وما بيعملش نوع من الرائحه الكريهه او ما بيعملش تحلل للموميا. يبقى ده ادانا 2 في 1، زود امتصاص الميه اكتر من ملح الطعام، والحاجه الثانيه ما عملش تعفن في الجسم. وملح النطرون طبعا كان بطبيعي بيستخدم في المعبد بشكل طبيعي في تنظيف الاسنان، يعني ان الريحه ريحه الاسنان تبقى بالنسبه للكاهن، ما ينفعش يكون كاهن وعنده ريحه كريهه في الاسنان او في الفم في النفس، فاحسن حاجه للكلام ده كله كان استخدام غسول من ملح النطرون، بيعمل نقاء في الفم من الجراثيم والحاجات دي كلها، ويخلي ريحه النفس ريحه مقبوله مش ريحه كريهه، لان الكاهن ما كانش ينفع فيه يكون معاه الحاجات دي. يبقى في يوم من الايام ان شاء الله لو في عمر باذن الله مع حضراتكم نعمل محاضره صغيره عن شروط، عشان الواحد يكون كاهن في المعبد ايه شروطه، مش اي حد معدي يبقى يدخل كاهن. هقول لكم في يوم من الايام، او يعني اكيد انتوا يعني عارفين اكتر مني، كان في شروط صعبه جدا ان الواحد ينفع يكون كاهن في مصر القديمه، منها الطهاره والنظافه الشخصيه، الرائحه الجميله، الرائحه الطيبه. وفي يوم من الايام ان شاء الله نعمل محاضره لو انت فاكر يا شيري عن الروائح اللي في المعبد، لو انت في المعبد هتشم ايه؟ هقول لكم ان شاء الله واحده واحده بنشم في اي مكان اي ريحه احنا وماشيين في المعبد في كل جزء ان شاء الله رب العالمين. سيبنا التحنيط ودخلنا في الروائح ودخلنا في حاجات كتيره، لكن المهم احنا بنستعمل ملح الطعام في مرحله، استعملنا ملح النطرون في الدوله الحديثه وطول عصورنا بعد كده استعملنا ملح النطرون. الانسان عدى عليه فتره ما بين الحاجتين دول، ما بين تعطير للجسم، وما بين امتصاص للميه، نملى الجسم من الداخل بالماده اللي هي الراتنج دي او الريزن. وكمان على فكره يا جماعه تجويف الجمجمه نفس الحكايه، التجويف برضو من فتحات الانف هنا بنصب الزيت اللي هو الماده الراتنج دي السائله، بعد شويه بالمكان ده تخبط على الموميا على الجمجمه تلاقيها فاضيه، لا تلاقيها مليانه بايه؟ بماده الراتنج الريزن ده اللي جف خلاص بقى زي الغيره اللي خلاص تجمد، بقى المكان هنا بدل ما يكون هو مجوف لا بقى مصمت حاليا تاني زي ما كان الاول. بعد كده نبتدي نلف الكتان على جسم الموميا. زي ما حضراتكم عارفين ما عنديش رقم معين لكام لفه، لكن اساتذتي كلهم دكتور عبد الحليم ودكتور رمضان وكل الناس الاجانب بيقولوا according to the status of the deceased،
حسب حالة الميت، هل هو ملك؟ نزود اللفات. هل هو إنسان متوسط في الحال؟ هل أقل شوية؟ فاللفات دي بتكون على حسب الحالة الاقتصادية ومكانة المتوفى نفسه. أثناء اللف ده بنحط احنا داخل اللفات مجموعة من الأميليكس، مجموعة من التمائم بأشكال مختلفة من مواد مهمة، precious materials and semi precious materials. ودي بصراحة هي اللي كانت سبب ان زي ما قلنا في أول المحاضرة بتاعتنا، ان اللصوص بيدوروا في اللفائف دي على الكنوز الصغيرة دي، أهم بالنسبة له من جسم الإنسان نفسه. وطبعا طالما خلاص الجسم اتكشف أو تعرى مع الرطوبة يمتص رطوبة تاني، احنا بنعمل كل التحنيط ده علشان نمتص المية والرطوبة من الجسم، عشان طبعا الجسم نسبته الأكبر هي المية، فأي نسبة مية في التحنيط هي اللي بتسبب تعفن تحلل للموميا. ده السر بتاعنا، how to absorb the water from the body، ازاي تخلص الجسم من المية. أي نسبة مية من الداخل أو من الخارج، الموميا طبعا بتدوب تاني وتضيع as dust كده، خلاص تبقى ترجع تاني زي التراب، ملهاش حاجة خالص. فالمومياوات كلها اللي ضاعت مننا في الحضارة المصرية، اللصوص لما بيدوروا على اللفائف دي بيسيبوا الإنسان كده خلاص متعري تاني، فيرجع تاني الرطوبة بعد فتح المقبرة أو انتهاك حمض المقبرة، الموميا كلها تمتص الرطوبة وتدوب وتتدمر وتتكسر تماما. ده التحنيط بتاعنا، المعجزة المصرية القديمة، الأسنان محفوظة، الشعر موجود، مومياواتنا شعر موجود، الملامح البشرية موجودة في معظم المومياوات ما عدا أسوأ مومياوات ملكية، توت عنخ آمون أسوأ موميا طبعا في الملوك، ودي ليها ظروف يعني معينة في الوقت ده. طيب الكلام ده كله، التحنيط رقم واحد اللي هو الكاتيجوري رقم واحد اللي هي A1، ده وش القفص، أحسن تحنيط ملكي هو ده بالنسبة لنا المثالي. تخليص الجسم من الفضلات، استخراج الأحشاء الداخلية تحنط لوحدها. يا جماعة التحنيط نفس الحكاية، بتحط برضو في الملح، نلفها بالكتان، نغطيها بمادة مواد شمعية زي شمع العسل، عسل النحل يعني، شمع العسل أو شمع النحل يعني. دي كلها مواد عشان برضو يبقى محفوظ حتى من الرطوبة، لا هو برضو كمان متشمع من بره بشمع. لغاية ما يخلص التحنيط مفيش فعلا بيتومين استعملناه، مفيش زفت أو القار لم يستخدم، ما عنديش موميا ملفوفه من بره او متغطيه بره بالاسفلت او البلاك ده او اللون الاسود ده، فعلا ده كلام مظبوط. لكن توت عنخ امون الجولدن كوفن بتاعه اللي في المتحف المصري حتى الان، وهيروح مع كده متحف التحرير المتحف الكبير، الجولدن كوفن ده اللي هو 110 كيلو وربع، ربع طبعا، ربع كيلو اهم من العشرة يعني، ده 110. ال 110 دول كلهم تخيلوا كانوا بالكامل بالكامل متغطيين بالزفت او القار. حتى ان لما هو ديكارت اكتشفها لقى، بيقول ان في تقريبا جردلين، تو باكيت فول اوف بيتومين were poured on the coffin، اللي احنا بنشوف لونه ذهب، ده الذهب الجميل، اكبر قطعه في مصر القديمه من الذهب، 110 كيلو ذهب. دي اكيد انتوا عارفين، وانا بدور على صوره، اكيد انتوا اكيد يعني عارفين اكتر مني يعني. ده يا جماعه طبعا ده الكوفن بتاعنا المشهور، The Golden of King Tutankhamun in the Egyptian Museum was completely covered with bitumen at the discovery. تخيل ده كله يا جماعة كان متغطي بالبلاك، كان متغطي بالزفت أو القار أو البلاك. وزي ما قلت لحضراتكم إن هو كارتر بيقول إن تقريبا في جردلين من المادة دي اللي لونها أسود زي البلاك اللي بيلزق في رجلينا إحنا ماشيين أثناء الرصف، اتصبوا على الكوفن ده من فوق. اعتقد هو حب يعمل تأمين للكوفن. طبعا الكوفن ده زي ما حضراتكم عارفين عبارة عن جزئين،
ده الغطا وده البيز، ده الغطا ده نص لوحده ده نص لوحده كده بالظبط. كل واحد من دول عبارة عن جزئين، فهو عشان يأمن الفتحة دي لازم يصب عليها، صب عليها من فوق او القارة. طيب ازاي استخرجه بعد كده هوارد كارتر؟ اولا رفع الجزء اللي فوق ده وحط من تحت منه قوالب من الخرسين من الزنك، وابتدى يعمل عليها هيتنج تسخين. يبقى التسخين كده مين اللي بيسخنه؟ بيسخن الخرسين اللي هو الزنك، القوالب اللي تحت. يبقى النار بتروح للزنك والحرارة تروح للذهب ده، ابتدى يفك شوية. وبعد كده استخدم مواد سولفنتس، مواد مذيبة، مواد كيماوية مذيبة، دوب بيها بقى البلاك الموجود هنا وهنا. ده استخراج، وده طبعا ده موجود كله في كتاب كومبليت توت عنخ امون، الكتاب بتاع نيكولاس ريفز. انا مش عارف اللي فات ده كان يعني شايفينه، لكن اتمنى يكون شفتوه. يعني الكلام ده كلام قديم بالنسبه لنا. البلاك ما كانش موجود، او البيتومين ده ما كانش مستخدم على الموميا، لكن كان مستخدم على الكوفن. الدليل هو الكوفن بتاع توت عنخ امون اللي في المتحف المصري، الذهب اللي بيلمع ده. في يوم من الايام فعلا صوره القديمه كلها، لو فاضيين ساعه ساعتين ادور لكم على الصوره، لكن دي موجوده ان شاء الله في كتاب كومبليت توت عنخ امون بتاع نيكولاس ريفز، وهو موجود اوبن اكسس اونلاين، كومبليت توت عنخ امون. طيب ده التحنيط مثالي. اخر حاجه بيعملوها انه يجي الابن الاكبر او الولي اللي بعده، واحد اللي جاي بعده، يعمل طقس الفم، لان خلاص الموميا كلها اتلفت، الفم البق متغطي. فيجي هو الكاهن او الابن الاكبر بيعمل تاتشنج كده بالادز ده، بالاناء او بالاداه دي، يلمس بيها الفم اللي متغطي دلوقتي بالكتان، علشان يثبت او يسمح للموميا كده بالظبط. اهو كده كل ده ملفوف، فهو الفم اللي هو المفروض يتكلم ويدافع عن نفسه ويجاوب في العالم الاخر اتقفل. يساعده ازاي؟ بالماجيكال سبيل ده اللي هو بنسميه وبربريشن، او عمليه فتح طقس فتح الفم. ده التحنيط الكامل. التحنيط الثالث والرابع، المستوى الثالث والرابع، ان هو بنجيب زيت خشب الارز اللي قلنا عليه من شويه، وكان يحقن في جسم الإنسان من فتحة الشرج، يبقى الجسم بالكامل محقون من الداخل، بالظبط هي سيتب. طبعا سيتب آدس، طبعا سيتب ده العلامة نفسها. فالإنسان بيستخرجوا الأحشاء الداخلية، يملى جسم الإنسان بالكامل من فتحة الشرج بزيت خشب الارز. دي الطريقه اللي اقل شويه من الملك، يعني اقل شويه من الملوك. الارخص طريقه دي استاذي بيسميها موميه الفقراء، وهي ان حقن الجسم بيشبه الحقنه الشرجيه، بتعمل تنظيف للجسم بالكامل، يعمل تنظيف زي الحقنه الشرجيه كده، وبعد كده يملى الجسم من جوه بالكامل بالنطرون. يبقى بالظبط كده ده شري، هنا وقت الملوحه جه اهو. يبقى الانسان اتحط فيه النطرون كجسم، ادي الموميا اتحطت فيه النطرون بس، الملح بس اتحط في الملح، وجواه حشينا ملح. ده امتى؟ بعد مرحله ان هو حقنه زي حقنه شرجيه، تعمل تنظيف لكل الامعاء والمعده والحاجات دي كلها، واستخراج الفضلات كلها من فتحة الشرج. بعد كده الإنسان ده يتحشي من جوه كله بالملح، ومن بره بملح النطرون. ودي الأرخص طريقة موجودة في مصر القديمة. يبقى عندنا الطريقة الغنية الأولى كاتيجوري 1 الملوك، الثانية إن الإنسان بيتملي من جوه بالسيدر أويل ده، خشب زيت خشب الأرز، والمرحلة الثالثة إن الإنسان يتملح بملح النطرون من بره جسمه وجوه جسمه. ده يا جماعة التحنيط بتاعنا. الراجل اللي حكينا عنه من زمان، اللي حكينا عنه في أول المحاضرة، الراجل الأجنبي ده اللي عمل السي تي على موميا من العصر الليبي في البريتش موزيوم، اكتشف بعد ما عمل الأشعة المقطعية لقى طبق
متصور لازق في الموميا هنا، في طبق من الحجر، حجر يعني، ظهر كده. الراجل ما صدقش نفسه لما شاف الاسكان، لما شاف الاشعه المقطعيه، في طبق لازق هنا في الدماغ من ورا شويه، ما صدقش عينه. عمل سكان تاني، الطبق باين، في طبق لازق هنا. والراجل هنا قال حاجه جميله، بيقول يبدو ان في الاسره 22 انه كان اخر مرحله من مراحل التحنيط بعد لف الجسم بالكتان، ان بنجيب ماده صمغيه اللي هي الصمغ بتاعنا، الصمغ بتاعنا اللي في الشجر، الصمغ العربي يعني، الجلو، ويتصب على الموميا من بره عشان يعمل لها يعني تثبيت اكتر. مفيش حاجه تلف، مفيش لفه تلف، ده يعني يثبتها كويس. نجيب ماده زي الغير الابيض ده، ماده، ونصبها على الموميا كلها، بتعمل نوع من التثبيت بشكل كويس. فبيقول تقريبا ان الوقت كان اخر النهار، والكاهن المسؤول عن التحنيط هو نفسه كان اترينر، كان مدرب لكاهن صغير بيعلموه لسه، لسه يعني كاهن بلية لسه صغير. فقال له خد المادة دي، الطبق ده، وحاجة حاجة حاجة بسيطة يعني، بنعلمك خد دي ورشها انت كده، صبها على الموميا كلها من كل الجهات. والطبق ده، الطبق، الموميا اهي نايمة، الطبق ده الكاهن سابهوله او حطهوله جنب راس الموميا على نفس التيبل، لو في تيبل اهي، فحطوا له الطبق هنا. الولد ده نسي، او هو صب منه وساب الباقي جنب الموميا، فالطبق ده مال لزق في جسم، في راس الموميا بشكل قدري. ركزوا معايا توصلوا للفكره. الكلام ده مش جديد، بس يمكن سياقه النهارده ظهر بالنسبه لنا عشان احنا محتاجين بس الحته دي. هقول لكم فيها ايه. يا اما الولد ده نسي الطبق، فالطبق مال بالعبوه اللي فيه لزق في جسم، في راس الموميا، او هو بعد ما الجزء الباقي منه، الفضلات الباقيه، نسيها باهمال منه جنب الراس فلزقت في الراس. جم تاني يوم الصبح فتحوا المكان بتاعهم، لقوا الطبق لازق في راس الموميا. الليل كله، من الليل يعني من امبارح المغرب لتاني يوم الصبح او الفجر، بيفتحوا عشان يكملوا الشغل الاخير بتاعهم، لقوا الطبق لازق في الموميا. طب ده هيشيلوه بازميل شنيور يا جدع، مش هينفع الكلام ده، هيبقوا. طب احنا ايه المشكله؟ الكاهن طبعا عنده حل عبقري، قال له هو كده كده هيسلموه ملفوف، نزود كمان كام لفه من الكتان ويجوا هم يستلموه ويدفنوه، وخلاص راح سره معاه، لا حد عارف احنا عملنا ايه، ولا حد كان معانا، ولا حاجه، خلاص والسر خلاص مات معانا. لفوه بالكتان، وجم اهله عملوا طقس فتح الفم، وخدوا الامانه، وخدوا الجثه دفنوها، واكتشفناها بعد كده في الـ في الـ حاجه و20، راحت المتحف البريطاني، والسر ربنا اراد ان هو سر يظهر لو عملنا عليه الاسكان. فدي نظريه جميله، ده العلم المحترم. فالراجل بيقول الخطأ ده، هو رجعنا للأول، الخطأ ده في التحنيط يثبت إن الحضارة المصرية، التحنيط ده لا هو عمله جن ولا عمله سحر، لكن ده عمل بشر، في خطأ حصل وارد. وكمان على فكرة في مومياوات تانية مشهورة بدون ذكر يعني، لقينا فيها فوط، في فوط موجودة، مش فوط طبعا أكيد بتاعتنا، لكن فيها أجزاء من الكتان اللي كانت تستخدم في تجفيف الأحشاء الداخلية كلها، الجوف نفسه، لقينا زي مناديل كده بالظبط من الكتان دي، نسميها فوطة، زي بتاعت الراجل الدكتور اللي ساب حاجة في جسم المرحوم الله يرحمه يعني. فالراجل بيقول الحاجات دي كلها، الأخطاء دي كلها تثبت إن الحضارة المصرية حضارة بشرية، كان فيها معجزات، كان فيها علم تطبيقي محترم، لكن الأخطاء دي تثبت مش تنفي. دي الفكرة اللي كانت النهاردة، ان احنا ازاي مع حبنا للحضارة، لكن حد مش مصري اثبت لنا ان احنا فعلا الحضارة دي شفتوها كده يا جماعة، من اول ما كان الانسان بيلفوه في تحت الارض بحتة حصيرة من البوص او من جلد الحيوانات بالليزر، او كفن
ذهب خالص 110 كيلو ذهب وربع من توت عنخ امون، دي الحضاره بتاعتنا. فاللي يقول لك ان هو عملوها بالسحر، اللي يقول لك ان هي معموله بتسخير الجن، واللي يقول لك ان هو عملوا الحضاره المصريه وبنوا الاهرامات، قول له الكلام ده ما بينفعش. الحضاره بالتجربه والفشل، التحنيط لوحده درس. انا بس النهارده قلت عليه عشان هو بس المعجزه بتاعتنا، الواو بتاعتنا، الاخطاء اللي فيها دي يا جماعه بتقول ان احنا عملنا الحضاره دي مش غيرنا. اتمنى اكون يعني وضحت الفكره. سعيد بكل يعني وقتكم الغالي، واشكر اخوي احمد عماد، ودايما هو صاحب الافضال والايادي البيضاء، وكلكم طبعا يعني، وطبعا كل الاخوات اللي ظهروا قدامي من شويه، دكتور فرج ودكتور محمد عزت واخويا طبعا وصديقي وحبيبي دكتور طيب ودكتور ولاء شفتها من شويه، كلكم طبعا لكم كل الاحترام. وطبعا توتا وكل الناس اللي يا رب يعني يكون وضحت الفكره. انا بقول كده بس بالعلم، بنسبه، مش بالعصبيه ولا باللي يقولوه بص على جمال، بص على جمال الموميا، بص على الاكتشاف، بص الكلام ده انا اسف يعني بيقولوه ناس مشهورين جدا في مصر حاليا وقبل كده، لكن مش ده العلم. العلم اثبت بالدليل، حببني في الحاجه بالدليل. ما تقوليش بص على النظره، بص على التمثال، لا قول لي التمثال ده فيه ايه. طب ابص على ايه في النظره، الابتسامه، ولا بص على ايه في النظره دي؟ اللي بيقولوه كلام عاطفي كويس وكل حاجه، بس الناس حاليا كلها لازم تخاطب عقلهم الاول. كلم عقله، اثبت له بالدليل، اثبت له بالدليل القاطع، بالافيدنس، عقله يوصلك لقلبه. هو ده اللي عايزين يا جماعه نقوله. اخر حاجه لحضراتكم عشان وقتكم الغالي، الفتره الجايه في مصر يعني ان شاء الله يعني يرجع الموسم في 10 في 11 باذن الله. اعتقد الناس اللي جايه يعني اكيد بعد اللي حصل في العالم كله من الكوفيد 19، الفرز هيجي بعد كده. يعني مش كل واحد هينفع يشتغل بعد كده، الكلام ده للجميع. الكلام ده انا قلته وهقوله الاسبوع الجاي في الاقصر ان شاء الله رب العالمين. اطور من نفسك، ان اي حاجه في نص الرغيف تمشي، الكلام ده مش هينفع. الناس لا يعني ابتدوا يفرزوا كويس، اي حاجه وخلاص مش هتنفع، لازم تبقى فعلا كفء على مكانك. نكون غيرنا على حضرتنا، بنحب حضرتنا صحيح بس ندافع عنها بالعقل. اتمنى لكم كل خير للجميع ان شاء الله، ويا رب النهارده كده يكون في حاجه جديده اتقالت، وان شاء الله رب العالمين مش هنقطع من بعض تاني بعد اذن كل الادمنز وحضراتكم. كل فتره نعمل محاضره كده ان شاء الله. لو ليكم موضوع معين حابين نتكلم فيه يشرفني، في اي وقت مع بعض ان شاء الله رب العالمين. ارفع لكم على الجروب ان شاء الله الداتا دي كلها اللي انا اشتغلت منها، عشان بس يبقى عندكم حاجه مكتوبه حتى لو بعد فتره ترجعوا لها. ارفع لكم البحث بتاع التاتو انا ودكتور سماح عاملينه، لعل يكون في حاجه كده ان شاء الله عن التاتو اللي في مصر القديمه وفي العصر القبطي وفي العصر الاسلامي باذن الله رب العالمين. اتمنى لكم كل خير، ويا رب كده اكون ضيف خايف عليكم، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.